اسعار عروض السمنه. السمنه الحلوب المثاليه 800 جرام، ده سمن طبيعي 800 جرام عامل 419 بدلا من 424. في روتانا الحلوب سمن طبيعي 700 جرام، ده 700 مش 800، عامل كام؟ 430 بدلا من 499. في روز جاردن، ده سمن بقري طبيعي 700 جرام، عامل 259. في شيراتون 800 جرام، عامل 410 بدلا من 424. شيراتون الكيلو ونص عامل كام؟ 775 بدلا من 794. طيب في فرن مفيش عليها عرض النهارده 700 جرام، عامله 383. فرن الكيلو 400 عامله كام؟ 770. وفي فرن الكيلو 800 عامله 985. يبقى فرن النهارده مفيش عليها عروض. الحلوب المثاليه حجم الكيلو 600 عامله 830 بدلا من 849. اللي هي فوشاله ده عامله كام؟ الكيلو 600 عامله 846. 846 كيلو 600. وفي فوشاله 800 جرام، ده سمن حلوب بقري نقي 800 جرام، عامل 439. في افانشي، ده سمن بقري طبيعي 700 جرام، عامله 407. في الحلوب المثاليه حجم 400 جرام، عامل 214 بدل من كام؟ 219. طب شيراتون 400 عامله 218، يعني سعرهم قريب كده من بعض. طيب افانشي ال 400 عامله كام؟ افانشي 400 عامله 223. يبقى كده الحلوب المثالية 400 جرام 214 بدل من 219 عليها عرض. شيراتون 400 عاملة 218. افانشي 400 عاملة 223. فرن 450 مش 400، 450 فرن عاملة 260. شوف بقى سمنة الخليط جولدن ميكس 700 عامله كام؟ 100. والكيلو ونص عامله 199 بدل 211، عرض بسيط. الأميرة، الأميرة 750 عامله 78. الأميرة الكيلو ونص عامله 143. حجم الاتنين كيلو ونص عامل 224. جي أميرة. طيب صاني 700 عاملة كام؟ 69. صاني الكيلو 400 عاملة 126. طب روابي 700 عاملة 72، واللي برضو بطعم القشطة البلدي برضو 700 عاملة 72. سواء للطعم الفلاحي او للطعم القشطة عاملة كام؟ عاملة 72. لا بصوا، اللي بطعم القشطة عليها عرض فوق، بس كاتبينه فوق. اللي بطعم القشطة عليها عرض 700 عاملة 67 بدلا من 72. يبقى كده العرض على اللي بطعم القشطة البلدي بس، لكن اللي بطعم ريحة الفلاحي مفيش عليها عرض في روابي. روابي ال 2 كيلو ونص عامله 219. حجم الكيلو ونص فين سعره؟ روابي الكيلو ونص عليه عرض. روابي الكيلو ونص عامل 132 بدلا من 140 عليه عرض. في جنه الكيلو ونص من جنه عامل 140. ال 700 جرام من جنه عامل 72. في جنة ال 2 كيلو ونص عامل 219. الهانم ال 2 ونص عامل 208. الهانم الكيلو ونص عامل 130. الهانم 650 عامل كام؟
عامل 62. في كمان قوت القلوب، قوت القلوب 650 جرام عامل 60. شوف سمنه كريستال، كريستال النهارده عليها عرض اللي هي حجم الكيلو، الكيلو عامل 90 بدلا من 95، سواء الابيض او الاصفر. طب ال 700، ال 700 جرام مفيش عليها عرض، عامله 70. طب الكيلو ونص عامله 135 مفيش عليها عرض. وفي ال 2 كيلو عامله 174، وال 2 كيلو ونص عامله 215 مفيش عليها عرض. يبقى العرض على حجم الكيلو بس 90 بدلا من 95، سواء الابيض او الاصفر. والاحجام كلها فيها الابيض اللي بطعم وريحة الزبدة الصفراء، وفيها الأبيض اللي بيستنى الفلاح. في أبشر ده خل أعشاب، ده 250 ملي عامل 20 بدلا من 23. وفي أبشر خل تفاح 275 ملي، مش 250، ده عامل كام؟ 20 بدلا من 23. و ثواني كده اشوف لكم دي كده، الرحيق المختوم هنجيب لكم بس السعر. الرحيق المختوم ده خل اعشاب عضوي 275 مللي عامل كام؟ 23.5 بدلا من 33. ابشر خل بلسمك معتق 250 مللي عامل 27. في الرحيق المختوم خل تفاح 275 مللي عامل 23.5 بدل من 33. يبقى في منه خل تفاح من الرحيق المختوم، وفي خل اعشاب عدوي 275 مللي برضه 23.5 بدل من 33. في خل عنب ابيض 500 مللي عامل كام؟ استنى اشوف لكم السعر كده، عامل 124. يبقى خل العنب، خل عنب ابيض 500 مللي عامل 124. في ابشر بديل حامض الليمون 250 مللي عامل 20 بدلا من 23، عليه عرض. مش تفضل. في من ابشر خل تفاح عدوي حجم صغير 150 مللي عامل 26.5 بدلا من 35. في من تشويس ده خل تفاح طبيعي في ازازه ازاز 500 مللي عامل كام؟ عامل 90. في من زاد خل تفاح عدوي 250 مللي عامل 49. ومن سيلا خل تفاح عدوي 250 مللي عامل 49. والاندلس نفس السعر. يبقى الاندلس وزاد وسيلة خلي طبيعي 250 مللي اي نوع فيهم عامل 49 جنيه. في هنا اكسلانت ده صوص الباربيكيو 310 جرام عامل 27.75 قرش بدلا من 29.75 قرش، يعني في 2 جنيه. من دوبيلا صوص الصويا صوص فاتح او غامق 310 جرام عامل 31 بدلا من 34. دوبيلا دبس الرمان 350 عامل كام؟ 42 بدلا من 46. لكن الاندلس عامل 40 بدلا من 53. الرحيق المختوم عامل 45 بدلا من 66، 350 جرام او ملي. في الاندلس هريسة شطة 200 جرام عاملة كام؟ 19 بدل من 24. ريفولا هريسة شطة 370 جرام عاملة 35. وجولد أليكس شطة حمراء 370 جرام عاملة 50.